النادي الافريقي. يمشي جابو والكره الاولى خطيره، كره للخطر والهدف الاول يضيع. او الكره الجزائر اليوم في الاتاك، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا هو المفروض. الكرة الأولى من سوق، يعطي كرة ممتازة، ترجع شاريلو الكرة، يعطي الثغرة الآن، التوزيعة الرأسية والكرة الثانية والدفاع والضغط والهدف يضيع، ما زادش شانس وجول، مش ممكن الكرة تضيع. الخضر يحاسرون الشمشون الكوري منذ البدايات. أربع دقائق لعب في الشوط الأول، كورتين متاع أهداف، هذه ما تذيعش للأمانة، هذه ما تذيعش يا برامي. ياسين الأسمراني كان ممكن يفتح بوابة التسجيل جديدة للخضر على القائم الأول. والدفاع والركنية، الركنية للمنتخب الجزائري. خرجت الكرة عن طريق اللعب كيم مع تونس وفرق أخرى، والعرضية الرأسية من سليماني، فرصة أخرى. قالت تونس، السعودية، المغرب والجزائر أكثر الفرق العربية تواجدا في المونديال بأربع مشاركات. أول مشاركة مغربية عام 70، المشارك سليماني استنى المساندة، يرجع كرة جابو والكرة من عبد المؤمن أوت. ضربة مرمى للفريق الكوري وحارس مرماهم يونغ. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، نتيجة بيضاء. الجزائر أكثر وصول المرمى، أكثر تسديد على المرمى. ممتازة وكرة سليماني، وكرة خطيرة ضاعت من الإسلام. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، كل ما يضغط الجزائر أفضل، كل ما نضغط الفرصة أقرب والإمكانية أقرب. كابتن بوغرة والكرة في متابعة بن طالب، الكرة تمشي من جابو والراس والحارس، يخرج الحارس ممتاز يونغ. كانت كرة وإمكانية للخضر أن يسجلوا الهدف. وحده يمشي في غولي، في غولي سليماني، سليماني أوفسايد يا سلام، إسلام سليماني والتسلل على الخضر، ولكن الخضر موجودين. الجز ما فيش شك على إسلام سليماني، الفريق الجزائري قادر. سليماني، سليماني جول، سليماني جول، سليماني جول، سليماني جول، سليماني لو بوت كالبوت، إسلام سليماني. 1-0 لفنك، 1-0 لفنك. الخضر يتألقون، الواقع يكتب باسم الجزائر. التريكولور اخضر واحمر وابيض في قلب النجمة على يسار الهلال، وهنا في غياب هلال سوداني اسلام سليماني يسجل الجول الاول للمنتخب العربي الجزائري. 1-0 سليماني، 1-0 للخضر. مش ممكن، مش ممكن. الجزائر اللي من 30 سنة ربحت المانيا وربحت الشيلي وتامر. الثاني، الثاني ياسين، الثاني ياسين، والكرة اوت. الركنية للخضر. اي خضر اليوم، اي خضر اليوم. هاني لوزيتش الذي خاف في الماتش الاول، اطلع يا بوغرة، واحدة من الزمن الجميل، والهدف الثاني. اشكون يراهن؟ رفيق حلاش، رفيق حلاش يصعد الرفاق، يكتب اغلى انتصار. الله، سجل انا عربي، دون انا عربي، اكتب انا عربي. الكوري ما فماش، الكوري ما فماش، لا بالجنوب ولا بالشمال. ركنية على قلب الدفاع، يطلع هنا في ستاد جراميو بورتو أليجري، ستاد رونالدينو، يطلع حليش يهرب من الرقابة. حليش غيره ما فيش، حليش غيره ما يلزمنيش، يضربها بالراس ويحل الشبكة. حل يا الشبكة يا لانجيري. الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني. كوريا في الباي باي، لانجيري لان بحلم الدور الثاني. 2-0، 2-0، واضح انه اقوى، واضح الجزائر انه اقوى. افرح، افرح، هلل، امشح. هنا من معسكر، هنا للقبة، هنا البلكور، هنا الجزائر العاصمة، هنا التندوف، هنا 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 هنا. وهران، وهران الباهية وستيف العالية، الجزائر زاهية. 2-0 للخضر، سليماني 6 ملايين يا الخضر. الجزائر تتقدم 2. يمشي كوريا لطلب الهدف الأول عن طريق ساندرلاند، لاعب اسمه كي، يمشي كي، حذاري، برافو الريس، ريس البحار، امبولحي الغالي، والكرة تمشي. هي الجزائر الثانية، لو نكسب اليوم سنلعب على التعادل ضد بروسي. سليماني، سليماني، سليماني جول، والهدف الثالث، الهدف الثالث. عبد المؤمن جابو، عبد المؤمن جابو يسجل ثالث الاهداف. انهيار كوري، زلزال كوري، اعصار جزائري، سلم 3 درجات. 1 سليماني، 2 حليش، و3 جابو. الهدف الثالث للخضر، الهدف الثالث للخضر. الله اكبر. الخضر يتعملقون في ليلة 22 من جون.
الجزائر تعبر الاجواء الكوريه. كره طويله، كره طويله تمشي بالراس خطا، الدوزيام بال ياخذها سليماني باس وجابوا الفنان، جابوا المايسترو الفنان، يحط كره ثلاثه بلاش للخضر في الشوط الاول. سيناريو مباراه الشيلي، سيناريو ماتش الشيلي في اوفيدو، ثنائيه عصاد وهدف بن ساوله. ياسين ابراهيمي كره تمشي ملعوب على القائم الثاني الراسيه كل سو حذاري، حذاري من كره، حذاري يلف يدور يسجل الهدف الاول، يلف ويدور ويسجل الهدف الاول اللاعب سون في الدقيقه الخامسه تقريبا من زر الشوط الثاني. هذا اللي كنت خايف منه، انه الفريق الكوري يسجل هدف الان يولع المباراه. نعرف وقلت انه الكوريين ما يستسلموش مثل اليابانيين، مثل الشرق الاسيوي، هكذا في العمق المجالي. حذاري ما يحدث، الراسيه، العرضيه، الراسيه، ستار يا جبار، يا مان على اختار، اضغط عليهم يا رايس، كلمهم يا مبلحي، فيقهم يا روراوة، غني لهم يا علي الوزيج باغنيه الخضر وبين عن طريق منتخب كوريا. التسديده يا رب يا رب يا رب يا رب، بابداعات السرباح، بتصديات المادي السرباح، كما انت كبير يا الري يا سي سفيان، سفيان برامي، برامي جول، برامي جول، برامي جول، برامي جول، واحدة اثنين ما فهموهاش، واحدة اثنين دوخناهم، واحدة اثنين نومناهم، واحدة اثنين ضربناهم، كورة ولا أروع فاغول المستايا. فليحيا أبو سفيان، فليحيا أبو سفيان، سفيان الياسين وياسين الجول، سفيان ياسين وياسين الجول، أول منتخب عربي في التاريخ يسجل رباعية في كوس العالم. 4-1 في فترة صعبة على الخضر، في فترة العودة الكورية، هدف ولا بالأحلام، يمشي على طريقة زيزو، يدخل يلعب البوغبا، بوغبا الفنان، شوف المراوغة، شوف والهدف الثالث متاع غلطة واستثمار لهفوات المنافسين، والهدف الرابع لعبتنا الكورة في الفيلي، علي علي شبكة يا الجيري، حبة حبة والكورة في الفيلي. التاريخي والفريق الروسي فريق فابيو كابيلو مطالب الانتصار. حذاري سون وكرة صعبة والهدف الثاني، والهدف الثاني للمنتخب الكوري، الهدف الثاني للمنتخب الكوري، الهدف الثاني للمنتخب الكوري. 4-2 مباراة 6 أهداف، نعرف الرقم القياسي، فرنسا 5 سويسرا 2 في البطولة. 4-2 للمنتخب الجزائري، مباراة حقيقة ممتعة جدا. الفريق الكوري لا يستسلم الان، الفريق الكوري رد بالك يا جمال، ترجع المعاناة، التوزيع ورايح كلاكيت من مبولحي، الرئيس، الرئيس يخرج كرة للركنية للمنتخب الكوري. سألنا وجمال مصباح، جمال اعطيني الراس، الراسية يا غلاس، الراسية يا غلاس، كرة برا اوت، ضربة مرمى، ضربة مرمى للسونك، ضربة مرمى للسونك. الكرة مرة أخرى للفريق الكوري، أمال مواطن يعشق الرياضة، أمال مواطن عربي يعشق النجاح. هل ننجح ضد الروس اليوم؟ تقول لي ليس بعد، أقول لك كان زمان. الرئيس لن يخطى، رابعة، الثالثة ممكن يا كوريا، أقصى ما تحلمون به، الرابعة لا، الرابعة كرة خطيرة للفريق الكوري والتسديدة وركنية وضربة مرمى. أوري أوري في مباراة آسيوية أفريقية بطعم وثوب عربي يا الجيري. كرة كانت خطيرة، كرة كانت خطيرة، والمباراة شوت 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 للخضر وشوت للكرة العربية لأبها مكان. برافو الرايس، الرايس، الرايس مبولحي، يشد الكرة الرايس. يا السرباح، فينيتو، 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 فينيتو. الجزائر تكتب من جديد التاريخ يا كاتب التاريخ، اكتب يا كاتب التاريخ، دون يا كاتب التاريخ، كلمهم يا كاتب التاريخ، احفظ في الارشيف. الجزائر تضرب كوريا 4، نحن هنا، نحن